السلام عليكم توقيت مباراة الجزائر والكونغو اليوم في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا 2023 للناشئين والقنوات الناقلة لهذه المباراة تحتل الجزائر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى من كأس أمم أفريقيا للناشئين برصيد ثلاث نقاط وتحتل الكونغو المركز الثالث برصيد نقطة واحدة ويستضيف ملعب نيلسون مانديلو لقاء الجزائر والكونغو في الجولة الثالثة من كأس أمم أفريقيا للناشئين اليوم الجمعة 5 مايو 2023 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله وسيتم نقل مباراة الجزائر والكونغو على قناة الجزائرية الأولى وعلى قناة بين سبورت